بونجور لي زامي، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب. فوالا انا وجدت هادشي اللي حطيتو صفتو باش نتريه ونحطو في لي كارطون. دونك جو بونس كعرفتو شنو هو الموضوع ديال اليوم. بدون ما نهضر ونعلق، انا ترياج كان عندي الحوايج ديال بناتي محطوطين في الكراج على وداش كان عندنا الكوفيد اون بوفي با فير دي دون. دونك وشفت واحد سميتو واحد السيده دارت ان بوست فيسبوك، فكره يعني ممتازه علاش ما نشاركش معكم هذا الشيء في فيديو وميم طون نديروا حمله بما انه لافونت غادي تكون ان شاء الله حتى لو 5 سبتمبر 6 سبتمبر على حسب ما قالت لي الاخت فاطمه، هي المكلفه بهذا الشيء. نحط لكم الاسم والعنوان وكل شيء اللي كيتعلق بهذا الجمعيه هذه اللي كتقوم بهذا العمل هذا. لربما الناس اللي عندهم بزاف الحوايج، وانا متاكده الناس عندهم بزاف الحوايج وما عارفينش فين يديرهم ولا من يعطيوهم، يبادروا بهاد يعني المبادره ويعطيو يعني يتواصلوا مع المسجد ويعطيوهم الحوايج ديالهم. تبارك الله حنا هنا كل عام عامين كنشريو لي زابي دو نيج، شكون اللي ما كيشريش وكيعاون يشري؟ دونك ديما كتبقاو عندنا في الدار يعني زابي دو نيج باقيين جداد، ما مستعملينش بزاف. فانا متاكده يعني كل عائله ما شاء الله عندهم جامعين، فمن الاحسن يعني نتبرعوا فيهم. هذه صدقه لله سبحانه وتعالى غتمشي للمسجد. ف دونك الحوايج ما ضايعينش، الناس مثلا غادي يبيعوهم كما قلت لكم، الناس غادي يديروا الفون دو كاراج والفلوس اللي غياخذوا من هاد الحوايج اللي باعوها غادي يعطيوهم للمسجد بيان سور. فيها باس لي زامي منين نجيو نعطيو الحوايج يعني نتريوهم حنا قبل ما نمشيو نعطيو نهزو ونديو المسجد. عافاكم لانه بعض الناس يعني ماشي كلشي، بعض الناس اي حاجه جات عليه في الدار او صافي صغارت على ولدو ولا تيكون ما فيها ما يدار كيهزو كيديرو فيها نساك وكتمشيو تحطها في المسجد. حرام يعني ما عرفتش علاش كديرو بحال هكا. يعني الحاجه اللي غادي تعطاها غتشوفيها تقدري تستعمليها مره اخرى او تستعمليها لولدك ثاني او تستعمليها لواحد من العائله او يعني غادي تلبسها غيلبسها واحد اخر غيستافد منها اوكي وتكون في يعني في يعني حاله جيده، والا ما فيش داعي اصلا تلمي داكشي وتمشي تحطوه في الجامع. حرام الناس بزاف كيتشكاو في هادشي. المساجد هنا ما كيجمعوش الزباله، لو سمحتم الا عندكم الزباله رموها في الزباله يعني ما تحطوهاش تمشيو زعما على بالكم تبرعتوا، حرام. واش نتوما راه كتعاملوا مع الله سبحانه وتعالى، فملي كتعطيو شي حاجه كتعطيوها الله سبحانه وتعالى. فاذا حاجه مزيانه علاش لا؟ بالعكس الله يبارك فيكم ويبارك لكم فيما عندكم. مي الا حاجه انت بغيتي غير تفكي تديري الميناج دو لا ميزون تي فوتون ديباراسي، نو نو سي با لا بلاص، ما دير المسجد ولا دير الجمعيات. يعني ماشي كلشي، انا تنقول لكم ماشي كلشي، بعض الناس يعني حرام والله انا شفتو بصح حرام. ماما شي حاجه زوينه تعاود تلبس اوكي، مي ما داكشي ما يتلبش نو سي فريمون با جونتي. وبعدين يعني راه كتعاملوا مع الله سبحانه وتعالى. Thank you.
فوالا دونك حنا سالينا هذا دونك درت لهم كلهم درتهم في دي كارطون باش يكون لي ساهل كما قلت لكم حوايج ديجا يعني تخيي ومطويين يعني مطويين نوعا ما ماشي ديك الطوا مزيان ما غير لانه ملي غنديوهم للمسجد ضروري كانوا غادي واحد ايام بور لو ترياج دونك هذاك لي دون كلهم غادي يكون اون جورني ولا كلك جورني ديال الترياج يعني 17 سبتمبر ان شاء الله الولاد غيكونوا داخلين المدرسه ايتو نحاول نلقى وقت ونتبرع من وقتي هذاك النهار ونساعد معاهم نساعدهم ان شاء الله في هذاك النهار دونك فوالا هذا الفيديو كان يعني صراحه حبيت نتقاسم معكم هذا الفيديو باش نحفزكم لانه انا عارفاكم العرب كلكم ما شاء الله عليكم مغاربه تونسه الجزائريين ما شاء الله عليهم كاع اخواننا العرب الليبيين المصريين كلهم ما شاء الله عليهم يعني في خدمه ديال الجاليه وهذا ما كان دونك نتمنى منكم لي زامي ديالي شاركوا باقي عندكم الوقت دونك jusqu'à la fin de septembre on peut encore toujours accepter les dons ديالكم دونك ما تبخلوش على المساجد ديالنا لانهم محتاجين الدعم وحنا شكون اللي غندعموهم حنايا الجاليه العربيه دونك